你用萨利。对，没错。Salam aleikum aleikum. My dear friends. One. تحية لكم قبل ما كنتوا سلام عليكم ليكيب خاوتنا الاعزاء كاع الناس اللي تبع فضل الله. عمري الدري لا غير بيان بغيت ما جاوبش. والله سيري ارفع التليفون. بركة صاحبي للزوم انيس خويا كميمل. سمعت لو بلو. ايه. امن. ايه. شو يهضر. ما زي شاك الشيف. ايه. اون ديرات من دبي. اللي ديكاس لكم قاهم ما كنتو. جديد ان شاء الله خوتي البنت يا جوا مع كوفس. اللي ديكاس خويا كوفس للزوم. وكان جديد ليوناف ان شاء الله عرب كارتل. زاكي صاحبي للزوم. ابي حدا بيلا لا. اللي ديكاس خويا العزيز. بلال. يلا يا صاحبي راوف خويا للزون باينه العزيز باللي باين اليوم اوني اونسومبل بيبي واش ليكيب انيس يوم خويا للزون العزيز بون هاي الوحده تاع الليل بقاو واحد ثلاث سوايع على الانيفرسير تاع خونا العزيز حمزه بن دلاج نورمالمون الناس كاع تعرف حمزه بن دلاج راهو في الحبس راهو في الماريكان ربي يطلق سراحه ان شاء الله الحكم ديالو كان 10 سنين حبس نافيدا بقى له ان شاء الله عامين باش يخرج ربي يكون معاه ان شاء الله ربي يطلق سراحه وان شاء الله دوك نهضروا معاه اللايف ان شاء الله من الحبس حمزه بن دلاج خويا حمزه بن دلاج صاحبي للصوم ما كاش اللي ما يعرفوش ربي يفك حوالو انسان زعيم انسان راجل كبير به الناس كفخور انا مفتخر به انا واحد من الناس مفتخر به انا خويا جميع واحد جزائري يفتخر بحمزه بن دلاج صح هادي هي وهادي هي جوردن 4 جوردن 1 راه في حبس بريفي فيرجينيا في الماريكان وخدمت من سنين دوكا وبقالوا عامين الله يطلق سراحه وربي يفك حوال جميع مستو ان شاء الله الحبس ماشي ساهل والضيق ماشي ساهل حنا في لي تاعو ما سلكناش كيفاش تسلك في الضيق يا ربي يفك حواله ان شاء الله ودوك نطلعوا حمزه بن دلاج لايف معنا خويا ابل يلحق لكم ميساج وربي يحفظكم ان شاء الله طلعنا اللايف ليكيب بروميير فوا 8 سنين كاع اذاعه تاع العالم كاع صحفيين تاع العالم ما قدرش يلحقوا الانسان هذا صاحبنا وخونا وحنا مضامنين معاه للتالي حمزه بن دلاج فوالا ديك اصغر ارتيزون ايمن حبيبي للزون تاعك ريشبي برا ماشي في باشا تريد في ناس من الباب سمينا اللي دي فرسينا كاجا مش تعرف انا اللي حلا دار العشرة ليكيب بسجاجة اليوم جا وقت الحيسة بخبطة لاكار بينا هي جا من مفضل التطراف حيط شكون شاف سحام شقف
في الإسعاف صاحبي طيح في الشبكة راح تخدم حبس قبل بيطاف راح تقني قبل فوق راح يخلي مرة فوق صوت صم العقرب وحدك تركب تسمع ترهب فيك ضغط نضرب صوت جبب باك دور اليوم راي مخرق لا لحومة هم ما يجوش بلا انتوما البيضاء عسلام خسمومة خلوك تبيع خلوك تخلط في التقيم خلوك تطير خلوك تجيب حبوي تجبتوك للتكير بزنس بلا بيروات في الحومة يدور الكيلوات قفلت روح مسلسل خوي مسحو فيك القضية الشبا كاين تدير ولا الغربة كاين تبان ولا تخبى يوم كاين تدير ولا تربى عندي فوما بلاكي فانديز باباندي من ظلمة عندي كلاميك من خورجي من ظلمة صاحبي كافي ما تدفيش بالكومة طلع ان الله يبليك صاحبي تدفيش هرس من الكلمة بلاكي فانديز باباندي من ظلمة عندي كلاميك من خورجي من ظلمة صاحبي كافي ما تدفيش بالكومة صاحبي تدفيش هرس من الكلمة شبيه صاحبي الدازل بعدك يولو يتشاب هو واحد ما في معرفو يختازل تازل دوكا سا كومونس دي شوز سيريو ليكيب السلام عليكم احنا عيطو الحمزه بن دلاج من الحبس السلام عليكم حمزه خويا العزيز السلام عليكم خويا ديدير واش راك صافا العزيز الغالي عاش نسمع صوتك خويا عاش نسمع صوتكم خالتي ربي يحفظك خويا للزوم للزوم العزيز خويا صافي بليزير خو صافي بليزير وحنا متشرفين بزاف بك خويا الشرف ليا خافي الشرف ليا خويا بن دلاج خويا حمزه واش من حبس راك فيه خو بور لو مومون راني في جورجيا راني في مكراي هيلانا راني في جورجيا راك في جورجيا ربي يطلق صراح شحال بقى لك ان شاء الله قالي عام و11 شهر ان شاء الله ان شاء الله خويا العزيز وراك في قلب كاع الجزائريين وراك شارف الشباب حبيبي وانا بالنسبه ليا راك شارف لينا خو ربي يحفظك داير فلسطين العرب قاعد كاع في قلبيه خويا حمزه بن دلاج راك لايف في الانستغرام ديالي جويز انيفرسير جويز انيفرسير اليوم الانيفرسير ديالك خويا خاوتي كاع قولوا له لحقوا له عيد ميلاد ديالو اليوم ان شاء الله قول لهم كلمه خويا راك لايف كاع الشعب الجزائري خو خاوتي صافي بليزير ولا شرفتوني صافي بليزير ما كانش كلمه اللي نعبر من نقدر نعبر بها على شعوري نشكركم فيها على الدعم تاعكم على السوتيان تاعكم لي حتى اللي كان في 2013 ماشي زعما تاع دوكا ولا من الوقت الاولاني ولا صافي بليزير خاوتي نحبكم بزاف 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 وان شاء الله هذه كي نخرج انا نردها لكم بحاجه فور كاع يا حبيبي راك رديتها فوق اللازم خويا العزيز فهمت راك رديتها فوق اللازم وراك عزيز علينا بزاف خويا والناس كاع راه داير لك ان شاء الله خو وراك رمز رمز خويا رمز وشارف لينا حبيبي ان شاء الله ان شاء الله ودعمونا كدعمونا ديدين دعمونا رؤوف دعمونا الديريين خمس ديري طير ماشي غير يطلع ان شاء الله خويا ان شاء الله حمزه فاهمهم الشاب الجزائري كي يطول الامكانيات وقت واش يقدر يدير خويا هذا راه جايك عند ربي ربي سبحانه هو اللي كيحب يخرج بنادم يخرج بنادم طول المومون كاين واحد الكاتب يقول ان شاء الله في الفيرست ستيب اكت ولا ربي راني نخرج ما قبلنا نخرج واحد شهر ولا شهرين ادعوا له خوتي جميع واحد يشوف اللايف هذا يدعي له نزيدو نكملوا فان دروام السيد خادم 8 سنين راه في فيرجينيا وخادم 8 سنين تسعة ونص أو خادم تسعة ونص باش تفهم تسعة سنين ونص حبس راهو في غربة ادعوا له خوتي كاع كيما راكم بكم بالعزاز عليكم ربي يحفظك خويا العزيز ربي يحفظك أنا نسناو فيك على بالي بالله راك دخلت للسيت تاع الأنفتي تاع أنيس يونغ كريبتوار بيان سور كريبتوار يا هذا هو البروميسي تاع واحد جزائري تاع واحد يدير لك الان في دعموهم خاوتي دعموا كريبتوار رانا نسيو نشرفوا الاعلام خويا حمزه رانا نسيو نرفدوا الاعلام ان شاء الله هذه ديجيتال ارت هذه كيفاش تحفه فنيه ربي يحفظك خويا العزيز وليكيب كاع يسلموا عليك هنايا والناس كاع راه تدعي لك خويا العزيز ربي يحفظك ويفك حوالك ان شاء الله ونموتوا عليك خويا رانا على اتصال حمزه ما نخافش عليك خويا ما نخافش عليك مادام عيطت لنا من فيرجينيا في داخل الحبس ما نخافوش عليك يا ان شاء الله فرحتكم خوتي نخليكم في اللايف سلموا على الشعب الجزائري كاع يديك على العرب كومبلي مسلمين ديديكا سبيسيال ديدين كان وساز نموتوا عليك دعموا كاع يديك خوتنا راؤوف كريبتو وير
وان شاء الله ربي معاكم خاوتي. ان شاء الله ربي يحفظك خوتي. العزاز كيما راكم كامل اليوم لانيفرسير ديالو كيما راكم كامل اليوم ادعوا له بالخير ان شاء الله وربي يفك حواله وربي يحفظك خويا حمزه بارك الله فيك خويا الناس قاعد داير لك خو ورانا نفتخروا بك خو انا واحد من الناس نفتخر بك صاحبي وربي يحفظك خو. لا حتى راه افتخر بكم خاوتي راه حتى راه راك انا من لهنا في الحصه اللي نسمعك يا خويا صافي بليزير صافي راهي في الكورلي راهي في لودي ناتور تاع الحبس لهنا صافي بليزير طلعت التيليشارج ديال الغنا ديرك ربي يفك حوالك خويا العزيز وراك عايش في قلوبنا خويا ربي يرجعك لداركم بخير حمزه خويا العام الجاي اليوم لانيفرسير ديالك ياك اليوم اش قال لك 40 دعوه من غريب مستجاب ان شاء الله ان شاء الله فهاد الوقت العام الجاي راك معانا خويا ولا قبل ان شاء الله ان شاء الله يا خويا ان شاء الله الناس كاع راهي تدعي لك خويا ربي يحفظك ويفك حوالك تهلا لي بزاف في روحك للزوم انت خالص بارك الله فيك حمزه خويا صح عليكم سلام خمس دقائق ماكس بيت لك صراحه واش ليكيب السلام عليكم باش تعرفوا خاوتي واحد العفصه هكذا انه حمزه ميساج راه خاوتي سلام عليكم باش تعرفوا واحد العفصه انه حمزه بنت اللاج عيط لنا من الحبس هكذا يعني اتصال هذا راهو من الحبس تاع الملك اليوم لانيفرسير تاع خونا حمزه وتفكرنا ندعو له كيما فوالا بيان سور ادعوا له كيما راكم وهذا خونا حمزه في الماريكان عنده 9 سنين وفي الماريكان شرفنا وشرف شغل العالم كيما راهو فاهم العالم العربي كيما راهو ربي يحفظك شكرا جزيلا من هذا المنبر على كل حال كابابل ام جي نشوفوها كيف ادعوا له خوتي ادعوا له بزاف ونموتوا عليكم خوتي وراو جاي جديد راشيون رفدوا الاعلام راه جاي جديد جمع واحد ان شاء الله عنده حاجه في قلبه ان شاء الله يلحق ليها وكاين الضيق ولا الغربه ونموتوا عليكم بزاف ديديكاس لكم كاع وين ما كنتو والله يطلق صراح خونا العزيز حمزه بن دلاج نموتوا عليكم السلام عليكم.